السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد على القناة، كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله وصفة رائعة، هي الكبسة بالرز البسمتي والدجاج محمر. الكبسة السعودية بالدجاج كتجي مزيونة، من الوصفات الرائعة اللي ننصحكم تجربوها. ما غاديش نطول البنات وندوزو ديريكت، وصفة سهلة وبسيطة دغيا كتوجد عندي هنايا. طنجرة عادية، طنجرة الضغط كيف ما بغيتو، غنعملو الزيت وغنعملو هنايا التوابل الصحيحة اللي هي عندي عود ديال القرفة، خمسة الحبات ديال الهير وأربعة الحبات ديال القرنفل. وهذا البنات هذا راه الليمون منشف كيقولو اللومي، كيكون بودرة وكيكون هكذا صحيح، غادي نضيفو ما توفرشي ماشي ضروري. هنايا بعد ما غيسخن ديك الزيت غنضيف هنايا واحد البصيلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة وجوج دريسات ديال التا، غادي نقليهم هنايا. عندي كذلك حبة ديال الطماطم متوسطة قشرتها وقطعتها مكعبات صغيرة، حتى هي غادي نضيف عليهم. واحد الملعقة كبيرة ديال معجون الطماطم، غنقليهم مزيان حتى يتقلاو. الرز البنات يكون قبل بنص ساعة كنغسلوه ونعملوه في الماء، وغنعمل عليه واحد جوج مغارف ديال الخل. هذا الخل كيعاون الحبة تكبر وتجي حبة طويلة، فغادي نخليه هنايا على ما نحتاجوه في المرحلة اللي ماجا. غادي نقلي هذيك البصيلة ومطيشة والتوابل الصحيحة في الزيت، نقليهم مزيان البنات بحال اللي كنعرقوا الماكلة ديالنا المغربية. الميزة البنات في الطبخ السعودي والأكلات السعودية راهم كيعرقوا اللحم والدجاج بحالنا، يعني توابل ومطيشة والثوم وهذا كيعرقوا الماكلة بحالنا، فكتجي لذيذة. هو الاختلاف شوية في التوابل، والاختلاف أنهم كيستخدموا الرز بسماتي وكيجي رائع في الطعم ديالو. ها هما كنقليهم مزيان بحال اللي كتشوفوا معايا، حتى كنحسو ديك مطيشه وديك البصيله دايبين وكيوقفوا في الزيت ديالهم. غنجيب هنايا عندي دجاجه، طبعا الكميه الدجاج كتبقى على حسب الاختيار. دجاجه هنايا غسلتها مزيان بالليمون وقسمتها في النص بهذا الشكل هذا. غادي نعرق هذه الجوجه في هذوك المطيشه والبصل بحال اللي كتشوفوا، بقى ما عملتش التوابل، بلاتي نقلي هذا الدجاج شويه عاد غادي نعمل التوابل. غنقلبهم هاد الجهه ومن هاد الجهه يتنكهو بديك البصله والثوم ومطيشه. صافي بعد ما غنقلب الدجاج غنبدا نضيف هنايا، غنضيف ملعقه كبيره ديال الملح، وغادي نضيف هنايا ملعقه صغيره عامره ديال الكزبره ناشفه او القزبر يابس. وعندي هنايا توابل الخلطه ديال توابل الكبسه، غنعمل ملعقه كبيره عامره. هادو هما التوابل البنات، لان الخلطه ديال توابل الكبسه اصلا داخلين فيها التوابل كامله. صافي غادي نغطيها واحد شويه يرجع ليها الصاد، وغادي نرجع نحركهم ونخلطها مزيان هنايا ونعرق بحال اللي غادي نعرقوا الحيمه او الدجاج اللي كنطيبوا حنايا في الطبخ ديالنا المغربي. غادي نعرق هاد الجوجات مزيان مع ديك التوابل، وغادي يكون عندي الماء سخون باش غادي نمرق ونغطي عليه هذا الدجاج يطيبو. صافي بعد ما عرقت هاد الجوجات قلبتهم، خليت الجهاد الجلده من فوق باش ما تلصق ليشي، وعملت الماء طايب هنايا، الماء غليان جهد ما يطيب لي الدجاج وما يبقى لي الرز. يعني الدجاج بحال اللي كتشوفوا ما غطيتو شي، انا هاد الطنجره هادي الماء اللي كنعملوا فيها كيبقى، فما كنحتاجش الماء بزاف. طيبتوها طياب عادي، غتعملوا الماء اللي غيكفيكم. طيبتوها في طنجره الضغط كذلك بحال اللي كنطيبوا الطياب ديالكم عادي. صافي غنجيب هنا واحد الفليفله خضراء كيعطي النكهه مزيونه لهاد الوصفه. غنغطي عليها الدجاج هذا هنايا. انا هنا الطنجره كنطيبوا طنجره الضغط نص ساعه، كوكوت كذلك العاديه نص ساعه. الا غطيبوها فوق البوطه بلا كوكوت حتى طيب الدجاج تشوفوا الصدر طاب. صافي غنعملها طيب هنايا نص ساعه ومن بعد نرجع لها. بعد مرور نص ساعه البنات ها هما الدجاج طايبين بحال قلت لكم، هي دغيا كتوجد. عندي نص ساعه طياب ديال الدجاج وعندي ربع ساعه طياب ديال الرز. صافي غادي نحيد هاد الدجاج باش غادي ندخلو الفران يتحمر. الدجاج طايب في نفس الوقت ماشي مهري مفتت البنات، يبقى يكون شبر في راسو في نفس الوقت طايب. صافي كنشوفوا هنا الماء البنات المريقه اللي بقات، واش كافيه الرز اللي حنا غادي نعملوه، واش خصنا نزيدوه. انا كنشوفها هنايا كافيه، غادي عندي ثلاثه ديال الاكواب ديال الرز. كذلك كنقيسوا هذه المريقه هذه الا كان خصها الملح كنقيسوها وكنكبوا الرز ديالنا. انا هضر لكم على طياب الرز البنات بالنسبه للرز البسمتي، انا عملته بزاف في القناه وكذلك غنهضر لكم عليه هنايا. اذا غطيبوه في طنجره الضغط كتعملوا الرز كيكون فايتو الماء بواحد سنتيم سنتيم هكذاك، كتخليوها فوق بوطه
انا عملت واحد الفلفله هنايا البنات، كتخليه فوق البوطه 5 دقائق عافيه عاليه حتى كتشوف الرز بدا يبان، بداو كيجي واحد التقابي في بين الحبه ديال الرز. ديك الساعه كتغطيو عليه مزيان، كتكون شي حاجه كتشد عليه مكتومه وكتحنيو عليه البوطه. وكذلك في طنجره الضغط كتشدوا عليه 10 دقائق صافي في طنجره الضغط. بالنسبه لهادي انا هاد الطنجره هادي عندي كيطيب عند الوقت ديالها 16 دقيقه، خليته هنايا واحد 5 دقائق وغادي نشد عليه. هاد الطنجره فيها البروغرام ديال الرز، فانا غادي نعمل لها البروغرام ديالها ديال الرز 16 دقيقه كيكون طايب. هذا هو بالنسبه للطياب ديال الرز بسمتي، باش ما يجيش معجن خصو يجي حبه على حبه، خصو يجي مفروز كامل حبه على حبه ما يجيش معجن. صافي هنايا غنعمل الرز يطيب. الدجاج دهنته غير بالزيت، ما عملتلو حتى حاجه، دهنته بالزيت ودخلته الفران يتحمر لي ياخذ لون من فوقي. ها هو هنايا البنات بعد مرور 16 دقيقه بالضبط ها هو تشرب ما معجن والماء ماشي زايد فيه. غنحيد ديك الحبه ديال اللومي، غنحيد الفلفل وغادي نحرك هذا الرز هذا باش نغرفه. ها هو البنات بحال اللي كتشوفوا ماشي معجن ومعزول حبه على خته. صافي غنغرفوا الرز ديالنا، غنغرفوا في طبق التقديم، نعملوا الرز ونعملوا عليه ديك الجوجات. طريقه رائعه البنات، كيجي لذيذ ولكن خصو الرز البسماتي. قد الرز البسماتي قد ما كيكون مزيون قد ما كيكون لذيذ، يعني هو بيدو فيه انواع في ماركات، يعني قد ما كان الرز لذيذ قد ما هاد الوصفه تجيكم لذيذه. زينا بديك جوج جوجات في الفلفله ديالنا، وهذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تكون عجبتكم، ونتمنى كذلك اللي جربتها تنجح لها وتنال الاعجاب ديالها. من الوصفات السعوديه الرائعه. ما بقى لي غنقول لكم شكرا لكم على المشاهده. انتظروني دائما في وصفات قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.